بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وجدوا في الطيور تاعنا راهم في مرحلة يعني الراحة والتوجات في نفس الوقت. اي روحي روحي بسم الله. شوفوا الحريك خاوتي شحال يحبوا الصاو. شوف ايه هاكي 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 بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اي كولي كولي الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. قلعنا شكارة حريق بسم الله ما شاء الله. هذا هو المجهز تاع الطير في الطبيعة. هذا هو خوتي اكدوا عليه بزاف. انا دائما دائما ندير فيديوهات نوصي على الحريق خوتي لانه الفائدة تاعها عظيمة جدا. ايضا كما توصيناكم زريعة الشوك الشيا يعني ما شاء الله الطير يحب هذه الامور. الله يبارك ان شاء الله نزيدوا نعطيو لهم الباقيه باذن الله. بسم الله ما شاء الله.